أيوب صاحب شركة ليبية مشاركة في معرض ليبيا للغذاء، يقول إنه يسعى للحصول على تمويلات لنشاطه في مجال صناعة المكسرات الممزوجة بالعسل وزيت الزيتون، ويؤكد إنها تلقى رواجا لكنه غير قادر على زيادة إنتاجه بسبب نقص التمويل. طبعا نواجه في تحديات مثل التمويل، ما قدرتش نوصل يعني في مصارف، ما قدرتش نوصل في رجال اعمال تمول لي، يعني هذا اكبر عائق يعني تو مواجهني هنا في المشروع هذا يعني، ومنتج ليبي ومفروض الدوله توقف مع المشاريع الليبيه. المعرض شهد مشاركه اكثر من 80 شركه اجنبيه، رغم اقرار بعضها بوجود مخاطر في السوق الليبي والحاجه الى معرفته جيدا قبل الاستثمار فيه. ليبيا سوق رائع إذا فهمت كيف تتحرك في السوق الليبي. هناك الكثير من المخاطر، لكن هذا مثل أي بلد في العالم. جودة المعرض عالية جدا، والاهتمام من الشركات الأجنبية في نمو. من جهتهم يقول المسؤولون في وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية إن هذا المعرض يمثل فرصة لتقديم دعم للصناعات المحلية والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. الصناعات، أنت لما تكون عندك صناعة قوية وما عادش تعتمد على الخارج، تكون أنت مستقل بذاتك، ما عادش تقدر ما عادش البلدان الثانية تقعد تستنى فيها أمتى ترضى عليك وتعطيك السلع الغذائية متاعك. مراقبون للسوق الليبي أكدوا أن مثل هذه المعارض، إضافة لتأثيرها الإيجابي على قطاع الصناعة الغذائية في البلاد، ستسهم بشكل فعال في فتح فرص عمل جديدة للشباب. طبعا المستوى الاقتصادي أن هذه الأشياء أن هي حترفع من الدعم المحلي لبدل من كثير من الأشياء مثلا نستورد فيها من الخارج، حيبذل جزء بسيط جدا أحيانا من المكونات اللي هي ممكن نستوردها من الخارج، في الوقت اللي الجزء الآخر يستثمر في السوق، يعني يستثمر كناحية بشرية، يعني شباب ممكن يشتغلوا. المعرض يأتي قبل أيام من شهر رمضان الذي في بعض الأحيان يصاحبه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية نتيجة لزيادة الطلب عليها. جهود الحكومية لدعم النشاط الصناعي والتجاري في مجال الغذاء، وشركات ليبية تطالب بتسهيل التمويل الاستثماري حتى تتمكن من زيادة الإنتاج والانتشار في الأسواق المحلية. رأفت بالخير، الحرة، طرابلس.